قصة اليوم مستمعينا عن أفضل لاعب في تاريخ كرة السلة على الإطلاق. عنده العديد من إنجازات والألقاب، وهو أيضا مصدر إلهام للجميع باعتباره إنسان مدهش، عنده عقلية الأهداف كبيرة والنظرة الإيجابية للحياة وقدرة غير عادية للإلهام وتحفيز العالم من حوله. هو مايكل جوردن. تعرض في صغره للإهانة والرفض بسبب العنصرية حتى أصبح رقم واحد كأفضل لاعب في تاريخ كرة السلة على الإطلاق. ولد مايكل جيفري جوردن في 17 فبراير عام 1963 بمنطقة بروكلين بنيويورك، ثم انتقلت عائلته بعد ذلك إلى مقاطعة ويلمينغتون الواقعة بولاية كارولينا الشمالية. وهناك قضي جوردن معظم أيام طفولته، ودائما ما كان مهتما منذ صغره بكرة السلة، كما أنه كان شغوف قليلا أيضا بالبيسبول. وعندما بلغ 13 قام والده ببناء ملعب كرة سلة متواضع خصي سلة، وذلك داخل فناء منزله الخلفي. وعلى الرغم من أن والده كان يحب البيسبول أكثر، إلا أنه دائما ما كان يساعد الصغير جوردن في كل ما كان يرغب فيه. وبواسطة هذا الملعب المتواضع عمل جوردن على تطوير وتنمية مستواه بتلك الرياضة. ودائما ما كان يحرص جوردن على تنظيم مباريات داخل المنطقة التي يقطن بها، وكان دائما الأفضل بتلك البطولات، حتى نجح في أن يحصل على إعجاب جميع جيرانه من سكان المقاطعة. فكان يتجمع جيرانه في نهاية كل أسبوع بفترة المساء كي يرونه بينما يلعب، وكانوا جميعا يتحدثون عن المستقبل اللامع الذي ينتظره. وعندما بلغ عامه 15 أصبح يسعى إلى أن يصبح أفضل لاعب بفريق كرة السلة تابع لمدرسته بالثانوية، لكنه تعرض لأول رفض له بدون سبب يذكر، حيث أخبره مدرب كرة السلة التابع لمدرسته بأن هذا الفريق غير ملائم له، وأنه عليه أن ينضم إلى فريق أقل مستوى، مشيرا إلى إحدى الفرق المبتدئة، وكان يقصد بكلامه بأنه يريده خارج الفريق. ظلت تلك الكلمات تتردد داخل عقله لعدة أيام، فكان يشعر بأنه بالفعل يمتلك قدرات كافية تؤهله ليكون جزءا من فريق مدرسته الأول، وليس أقل من مستوى هذا الفريق. لكن الروح التنافسية التي يتمتع بها الصغير جوردن هي من جعلته لا يستسلم، وأصر على التدريب أكثر، وقرر حينها أن يتخلى عن اهتمامه بباقي الرياضات الأخرى التي يشارك بها بالفرق الأخرى مثل البيسبول وكرة القدم الأمريكية، وحرص على أن يركز بالتدريب فقط على كرة السلة نهارا وليلا، وكل هذا بهدف أن يثبت أن مدربه مخطئ تماما. وبعد عام كامل من التمرن المجتهد استطاع أخيرا أن يلتحق بالفريق الرئيسي بمدرسته الثانوية، ثم تم اختياره بعد ذلك للمشاركة بمباراة النجوم التي لا يشارك بها سوى أفضل لاعب تلك المدرسة الثانوية. أدرك جوردن حينها أن كرة السلة هي مصدر قوته الوحيد، وأنه يجب أن يكرس حياته بأكملها بها. حصل مايكل جوردن على منحة من جامعة ساوث كارولينا، وذلك لدراسة الجغرافيا، وبالطبع كان يلعب بفريق كرة السلة التابع للجامعة. وعلى الرغم من أنه استطاع أن يحقق في عامه الأول 13 نقطة تقريبا في كل لقاء له، إلا أنه لم يكن قائد الفريق، ولهذا كانت هناك منافسة شرسة، وكان يتوجب عليه أن يبذل قصارى جهده كي يثبت أنه بالفعل لاعب جدير بثقة. وبالفعل تم اختياره بعد عامين كأفضل لاعب كرة سلة بالجامعة بأكملها. قرر حينها أن يترك فريق الجامعة ويطور من نفسه ليضع حدا لتلك المرحلة، فكان يرغب في أن يكون جزءا بالفرق الأفضل بالولايات المتحدة، وقرر حينها أن ينضم إلى إحدى أندية الدوري الأمريكي لكرة السلة. لكنه قبل بالرفض من قبل أول ناديين عدا فريق شيكاغو بلوز الذي آمنوا به، كما أنهم رحبوا به أيضا داخل الفريق الأول بالنادي. وقد لمع مايكل جوردن بتلك الرياضة، ومن هناك استطاع أن يجعل من فريق شيكاغو بلوز واحدا من أقوى الفرق في تاريخ كرة السلة. فكان اسم مايكل جوردن يصيب شللا في عالم الرياضة، جذبا العديد من جميع أنحاء العالم نحو كرة السلة، فكان الرجل الذي استطاع البقاء متعلقا في الهواء ليبهر جيلا بأكمله. ثم تحول بعد ذلك إلى ظاهرة تجارية بعد أن انتشرت له أحذية، وأصبحت تعرف فيما بعد بأفضل موديل أحذية رياضية في التاريخ حتى وقتنا الحالي. لم يكن نجم شيكاغو بلوز الشاب مجرد لاعب بالفريق، بل كان نجما عالميا، وقد ظهر أيضا بعدة فيديوهات غنائية برفقة ملك البوب مايكل جاكسون. وفي 16 أبريل عام 2003
حضر مايكل جوردن مباراته الأخيرة بالدوري الأمريكي لكرة السلة، وقد أجري له بنفس الوقت تكريما خاصا بكافة ملاعب الولايات المتحدة لتوديع المسيرة الاحترافية العظيمة للنجم الكبير مايكل جوردن.